رفعوا مدربهم عاليا. السلام عليكم واهلا ومرحبا بكم من جديد، وزي ما عودتونا وعودناكم ما ننساش نصلي على النبي عليه الصلاة والسلام وكمان نوحد الله، ولو مش مشترك يا ريت تشرفنا بالاشتراك وفعل جرس التنبيهات ليصلك جديد القناة. احتفت وسائل الإعلام المغربية بتأهل منتخب المغرب إلى دور 16 في كأس العالم 22. منتخب المغرب تأهل إلى دور 16 لبطولة كأس العالم 22 في صدارة المجموعة السادسة برصيد 7 نقاط، وكان المنتخب المغربي تعادل مع كرواتيا سلبيا في الجولة الأولى قبل الفوز على بلجيكا 2-0 وعلى كندا 2-1. بهذا يتأهل منتخب أسود الأطلس إلى دور 16 في المونديال للمرة الثانية في تاريخه بعد نسخة 86 في المكسيك. وسلطت صحيفة المنتخب المغربية الضوء على احتفال لاعبي أسود الأطلس مع مدربهم وليد الركراكي، حيث قالت إنهم يرفعون ناخبهم ومدربهم عاليا. بهذا يتأهل منتخب أسود الأطلس إلى دور 16 في المونديال للمرة الثانية في تاريخه بعد نسخة 86 في المكسيك. وسلطت صحيفة المنتخب المغربية الضوء على احتفال لاعبي أسود الأطلس. أخي الكريم، لا تنسى الاشتراك بالقناة وتفعيل جرس التنبيهات ليصلك جديد القناة. دمتم في رعاية الله وأمنه.